انا برك عندي طلب ارجوه من الاسره الرياضيه، انتم راكم محترفين ومتخصصين في الجوانب الرياضيه. تولوا برك باللي هي وزاره الشباب والرياضه. سيني با لو مينيستير دو فوتبول، سيني با لو مينيستير دو لا بولوز، سي نتاع كل الرياضات اللي لازم تكونوا متكفلين بها، وهذا على مستوى وطني. مثلا انتم ما تسالوش على غياب لو ديفلوبمون دي سبور نيفو لوكال. قال كيفاش مش موجوده حركه رياضيه على مستوى محلي؟ قال كيفاش مثلا الفرق الوطنيه اللي كنا في لو توا دي موند، مثلا في الهوندبال وشو صاري، في الجمباز وشو صاري في هذه الانشطه. يعني قلت لك مثلا فيما يخص الارضيات، احنا تعرفوا بلي عندنا نحضروا في البطوله الافريقيه لوشان اللي راح يندار هنا في الجزائر، كاين 5 ولايات ولا 4 ولايات كي سون روتوني، هناك متابعه حثيثه، الاغلفه الماليه رصدت، وبعض الولايات اللي دارت الاجراءات نتاع اعلان عن الصفقات تبدا في الايامات هذو باش يتم تهيئه الارضيات والملاعب لاحتضان المواعيد الدوليه.